يعني طبعا لارف بإطار المسعى السعودي وتصاعد الحراك السعودي لا سيما باتجاه الكتل النيابية، اليوم السعودية هي واضحة من خلال خطاب سفيرها الذي يرفض رفضا قاطعا الإدلاء بأي تصريح ولو بسيط إلى الإعلام، وهو يلتزم قاعدة جوهرية أساسية، السعودية لا تضع فيتو على أحد وبنفس الوقت لا تدعم أحد، وهو الموقف الذي كان قد نقله وزير الداخلية بسام المولى خلال زيارته السفير وليد البخاري في منزله اليوم، حيث قال يعني حيث أكد وزير الداخلية أن العلاقة بين الرياض ولبنان لم ولن تنقطع، ونحن نقوم بكامل واجبنا باتجاه مصلحة الشعب اللبناني، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية هي الحاضنة والمحفزة للإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية. إذا هذا هو العنوان الذي يجول من خلاله السفير وليد البخاري على مختلف القوى السياسية ومختلف اللقاءات. بالأمس رأينا اللقاء الذي جمعه بالمرشح الرئاسي سليمان فرنجي، وهذا اللقاء كان في منزل السفير في اليرزة. اليوم المشهد مختلف، اليوم السفير وليد البخاري هو من أتى إلى وزارة كتلة تجدد هنا بسن الفيل، ولا زال الاجتماع قائما منذ الساعة الثانية وصل إلى هنا، وأعضاء الكتلة الأربعة بما فيهم النائب ميشيل معوض المرشح الرئاسي الذي خاض قرابة 11 جولة من الاقتراع في البرلمان، بالإضافة إلى النائب فؤاد المخزومي، النائب أديب عبد المحسيح، والنائب أشرف ريفي. وكان يعني يمكن القول أن هذا الحراك كان قد سبقه أيضا بالأمس زيارة إلى كتلة الاعتدال. ما قاله النائب أديب عبد المسيح كان لافتا وبارزا، قال أن اليوم يعني الأسماء المسعى هو لتوحيد صفوف المعارضة، وهذا الأمر بات معروف، والأسماء المطروحة أو اللعبة الانتخابية صحيح أنها لا تجري داخل صناديق صندوق الاقتراع في مجلس النواب، ولكن على ما يبدو أنها تجري في الخارج، أي أن اليوم الانتخابات على نار حامية، الأسماء المطروحة بالإضافة إلى سليمان فرنجي هناك جهاد الزعور وصلاح حنين وقائد الجيش، وهي الأسماء الثلاثة التي يتحدث بها علنا القوى المعارضة. وقال أيضا النائب أديب عبد المسيح الجديد أن الأوفر حظا على ما يبدو لغاية هذا اللحظة برأيه هو جهاد أزعور، كون التيار الوطني الحر قد لا يعارض ترشحه. وأيضا كرر يعني سألناه عن ماذا موقف السعودية من هذا الأمر، كرر الموقف السعودي الذي يعني يؤكد في كل مناسبة أن لا فيتو على أحد، ولكن بنفس الوقت السعودية هي غير مستاءة كما قال من هذا التلكؤ أو هذا المماطلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولكنها تقول أنكم بحال لا تريدوا شخص فلتتوحدوا ولتتوحد المعارضة حول شخص آخر. إذن هذه هي مجمل الأجواء، الاجتماع مستمر. أما يعني مسألة أخيرة لارا بما يتعلق بالمهل، يعني الكل يسرع لانتخاب أو الكل يعني المحركات الرئاسية هي يعني على مستوى عال من السرعة، كون الكل يريد انتخاب رئيس قبل شهر تموز وانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وهنا ندخل بدوامة جديدة، هل يمكن التعيين في حال غياب رئيس للجمهورية؟ وما حكي هنا عن عقوبات عربية وربما سعودية هو أمر مجرد أفكار تطرح، لا شيء في الأفق واضح، وهذا الأمر كان قد طرح خلال الاجتماع الخماسي في باريس بين السعودية وفرنسا وأمريكا، بالإضافة إلى قطر ومصر. قطر ومصر على ما يبدو أنهما تريان أن لا مصلحة أو لا استفادة من هذه العقوبات، بينما هناك أطراف ترى أن يمكن أن تشكل العقوبات حالة من الضغط، ولكن العقوبات قد تكون سلة كاملة متكاملة تتعلق بالفساد، تتعلق بعرقلة المسار الدستوري، ولكن أشدد وأذكر هذه مجرد أفكار لا شيء ملموس في الأفق. إذن بانتظار انتهاء الاجتماع هنا في كتلة تجدد قد نستمع إلى تصريح من أحد النواب، ولكن الأكيد أن السفير السعودي وليد البخاري لن يتحدث ولن يصرح في هذه المرحلة الحساسة من الاستحقاق الرئاسي. إذن لارا هذا كان كل شيء. لك ريما.